انا بحسب عليه النقط. كل اللي صار مع يزن النعيمات انا كتبت لكم اياه، يتحمله حسين عموتها ويتحمله انه يزن النعيمات تعامل ببراءه. انت لاعب محترف، ما بصير تتعامل بهاي الطريقه. يزن النعيمات عقده كان ساري مع نادي القطري، لما هو حكى له حسين عموته انا بدي اخذك على الجزيره الاماراتي مقابل 3 مليون اعتقد، يعني كان الموضوع تقريبا الكلام ب 3 مليون. راح يزن خاطب نادي اهلي قطر اني انا بدي افسخ العقد، حكوا له مقابل مليون، فهو قال لهم اوكي، فصار عنده اثبات انه هو راحوا جابوا لاعب بداله وصار لهم عنده مليون دولار. تعرفوا يزن لو ضلوا بدون نادي ملزم يدفع المليون دولار، لانه هو طلب انه يفسخ ووافق مقابل مليون دولار. طيب انا بالنسبه لي يا كابتن حسين عموته، لما تحكي ليزن وانت رايح مسؤول عن كره القدم بالجزيره الاماراتي، ما بصير تحكي بعدين بطلت بديش اياه، وما حدا بفرض عليك في الامارات، انت رايح ما هم جايبينك وبس مشان الله تعال اقبل درب نادي الجزيره الاماراتي. كيف تتخلى عنه؟ كيف تحطه بهذا الموقف؟ كيف تدمر حياته؟ كيف بتخليه يروح يدبر 600 ألف تحويشة عمره يدفعهم ويلزم حاله ب 400 ألف تانيات؟ كيف؟ بيبني وقف البنى كان هو واخوانه. انت شو اللي عملته فيه؟ وده حملت له احباط وكذا وانت والكابتن يزن انت المفروض ما تبعث ولا تطلب. لما توقع مع الجزيره تاخذ الاوكي مثلا، بس ما توقع مع الجزيره بتبعث اني انا موافق على فسخ العقد، ما بصير هيك. فهذا كان موقف سلبي ايضا من حسين عموته اللي احنا حبيناه وشجعنا وجاب لنا احسن نتائج، بس احنا ما بنقبل هذا الموقف السلبي اللي اضر بنجم بالنسبه